هنا عباب، القرية المنسية في أقصى مديرية الأزارق بمحافظة الضالع. في الطريق تتجلى الشراكة في الكفاح مع فارق أكبر لهذه الشريحة، فالجميع في رحلة شاقة من أجل البقاء. كأن لا بشر هنا ولا حياة، ففي هذه المنازل تتوارى صور أجساد هدتها الأمراض والحميات، فيما لم تجد مركزاً صحياً لمداواتها. الناس هنا يعني ما نملك أي شيء، يعني عندنا قدامك الأرض كيف يعني؟ ما نحصل حتى شربت ماء زي الناس يعني نظيفة. الآن أكثر أمراضنا هنا في المنطقة هذه هو تلوث المياه، ما فيش عندنا مياه صحية بالأساس يعني. طبعا يعني المنطقة يعني تشوف كمنطقة يعني ناس فقراء ضباح ما فيش معهم أي شيء أي دخل يعني. ثمة بشر لا يقدرون على التخلص من معاناتهم، لكنهم يتذكرون جيدا من خذلهم. منسيون في بلاد قاحلة وجافة يجلدها الحرمان، وأطفال يتشبثون ببعض أمل يحملونه في حقائبهم. وحده هذا المبنى الشاهد الوحيد على مرحلة حاضرت فيه الدولة قبل أن تغيب. أما هذا المبنى فكان نتاج مساهمات الأهالي أنفسهم لغرض إنشاء وحدة صحية للمنطقة التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 6000 نسمة. يحاول حيث الإنسان تلمس هذا المبنى الفارغ من كل شيء بعد أن عجز الأهالي عن توفير أجهزة وأدوات لتشغيله. مبنى الوحدة الصحية كان في بال كل مواطن، وكنا يعني نحمس هكذا أنفسنا أن احنا نبني وحدة صحية وكذا، لكن ظروف الناس كانت في ذاك الوقت قاسية يا أخو. حتى الآن عندما يعني كثر سكان القرية وبعدنا أيضاً عن المحافظة والمديرية، نبعد خارج نطاق زمام السكاني للمركز الصحي، وإشكاليات مثل يعني الإسعافات الأولية، مثل يعني حدوث يعني أي شيء يعني مريض في القرية وكذا، نعاني يعني معاناة كبيرة لما نسعفه إلى المحافظة وإلى المديرية. كان يمكن لهذا المبنى أن ينقذ حياة العشرات من سكان هذه المنطقة الموزعة على 3 قرى وهي تحاول الوصول إلى المشافي البعيدة. لو كانت الوحدة الصحية تعمل يعني من قبل هذه الفترة أو قبل الفترة زمنية كانت ستوفر للناس كثير من الخدمات، من ضمنها معناته أنه بعض الأحيان الإسعافات حتى البسيطة يعني بداية آلام المرأة في المخاض وكذا، يعني ممكن تسعفها إلى الضالع تكلفك يعني فوق حدود 20,000 أكثر من 20,000 الإسعاف، ما بالك بعد الأمراض وكذا، وهي ما تحتاج إلا فقط مغذيات ممكن تعيد لها نشاطها عندما ترهق وتتعب. الشيء الثاني بعض الأحيان الأمراض البسيطة، فحوصات لما تتكلف الناس إلى المحافظة مركز المحافظة، لأنه حتى في المديرية لا يوجد إلا مركز صحي ماشي متوفر فيه أي شيء. لا يتمنى أهالي هذه المنطقة المحرومة من كل شيء غير مركز صحي يوقف نزيف حياتهم ويختصر المسافة بينهم وبين مشافي المدينة.
لم يعد يحلم كبار السن كما يفعل الآخرون بعد أن رافق الحرمان أعمارهم الطويلة، حتى صاروا يتوارون خلف يأسهم كلما سأل سائل. لقد ضاقت الأرض بأهلها، لكن السماء رحبة وواسعة تكتب للبسطاء أقدارهم. عبر هذه الطريق يمكن الوصول إلى القرية المستهدفة والشروع في تأثيث حلم عجز الأهالي عن تأثيثه. لو كانت الوحدة الصحية تعمل لكانت الأمهات في صحة جيدة والأطفال. الآن نصهم يعانون من سوء التغذية. في حال تجهزنا بنفسه يحقق الكثير من الحالات، بعض الحالات مثلا يحصل عندهم نزيف بعد الولادة أو قبل الولادة، ونضطر أنهم مثلا بصعوبات الطريق ونسعفهم للمركز الصحي أو لما الضالع ويجي إلا خلاص قهن وفاة أو مسمى. والله لو جهز هذا الوحدة الصحية والله بيكون يعني قطعنا شوط كبير. يعني أولا أنه نحن مستفيدين القرية هذه والقرى اللي حولنا. مريضك معاه بتوديه إلى منطقة بعيدة، تكون خدمة أولية للناس كلهم هنا في المنطقة هذه، إسعافات أولية، يعني كل شيء بيكون يعالج هنا إلا الحالات المستعصية، يعني بتسعفها إلى خارج المنطقة. يعني بيكون لنا يعني حلم كبير قطعنا وشوط كبير فيها إذا جهزها، يعني شيء طيب يعني، ونحن نحلم به من زمان مش من اليوم، يعني كأنه حاجة جاءتنا يعني مفاجأة. ليس هذا سوى جزء بسيط من أحلام هؤلاء وحاجتهم الأساسية للبقاء في هذه المنطقة. هكذا كانت وهكذا أصبحت. لن يضطر معظم أهالي عباب والقرى المحيطة للسفر إلى مشافي الضالع بعد اليوم، فقد صار لديهم مركز صحي لأول مرة منذ عقود. ثمة فرصة أيضاً ليساعد أبناء القرية من الكادر الطبي أهلهم في تشغيل المركز وتقديم الخدمات للمرضى. نؤدي إن شاء الله الرعاية الصحية الأولية والإسعافات الأولية لأهالي قرية عباب وما حواليها من قرى. ستكون إن شاء الله الخدمة مقدمة لهم بكل ما تعنيه الكلمة. سنقدم الرعاية الصحية الأولية والإسعافات الأولية أيضاً في أطفال يعانون من سوء التغذية ونساء الولادة عندما نحتاج إلى توليد. تكلفة سعر السيارة إلى الضالع مكلفة جداً عند المواطنين، ما يقارب 25,000 ريال يمني، والناس في هذه القرى أمس حاجة إلى تقديم سرير للنساء التوليد في هذه الوحدة الصحية لتوليد النساء في هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة واسعة جداً، منها مناطق براط وقصابة والنجد ونعمان والقفلة وعباب والغيل والشحات والنجد. كل هذه المناطق إن شاء الله ستزور هذه الوحدة الصحية للتوليد فيها.
لا يعرف إلى متى ستستديم هذه الابتسامة على الوجوه، لكنهم أبناء هذه الأرض وسيبتسمون رغم كل شيء. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.